صرح المخرج التلفزيوني سليم بومعيزة في إذاعة شمس أفام على أن مسلسل عاشور العاشر كانت فكرته بعد أن قام بطرحها على المخرج جعفر قاسم الذي قام بعدها بسرقتها منه على حد قول المخرج سليم بومعيزة. نتابع التصريح. Généralement, qui qu'on a des envies, dire ce qu'on appelle la Bible des personnages. Ça veut dire l'hakim. نحكي على هذا البيرسوناج واش يحكي وهذا البيرسوناج يحكي هذا سي سكو جي انفواي للخونا داكور حيط لي ربع ساعه من بعد قال لي ليدي لي مانيفيك احلى في الجزائر علاش تقول جعفر قاسم تقول خونا وهذا السيد باسكو نقولك حاجه سي انا كنت في بلاصتو هو كان في بلاصتي انا نسي نعاون ان جون اي بورتون بديت عنده سي فري سي فري بديت عندك انت تسمع عاشور العاشر صح خليه خلينا من التيتر نزيد نعطيكم معلومه داكور اللي ما نحبش نهضر في بلاصه الناس هذه معلومه جديده غير هنا برك قول لي برك جامي ما هضرتها صافي بليزير المعلومه جامي هضرها نسيم بومعيزه نهار اللي خرجت هذه وهذا الانسان كنت نعرفه داكور ما نقولش اسمه باسكو لو كان كنت عابر كنعيط له سقسيتو كنا قادرين ما نعيطوا له صح هو سيناريست شاب سيناريست عنده لا بلوم تاعو معروفه داكور سيناريست اللي طلع المجد لهذا المخرج اها والسيناريست هذا هو اللي سماها هكذا اللي سماها عاشور العاشر اسمه ما اكزيستيش ما با في الجينيريك